أهلا وسهلا بكم في المحاضرة التاسعة من دورة تعليم برنامج كامتازيا ستوديو ضمن دبلومة المونتاج. في هذه المحاضرة راح نوضح نبذة مختصرة عن موضوع الجرين سكرين أو الكروما. طبعا موضوع الجرين سكرين موضوع واسع ويحتوي على الكثير من التفاصيل والأمور الاحترافية. إن شاء الله راح نمر على هذا الموضوع بكامل تفاصيله من خلال البرامج الثلاثة كامتازيا ستوديو وأدوبي بريمير وأدوبي أفتر إفكت، وأكيد رح ناخذ ورش وتطبيقات موسعة واحترافية حول هذا الموضوع. موضوع الجرين سكرين هو عبارة عن أشياء معينة تصور بأمام جرين سكرين، شاشة خضراء أو خلفية خضراء. طبعا بالعادة تكون الخلفية خضراء، ولكن محتمل أن تكون غير اللون الأخضر كاللون الأزرق أو الأبيض أو الأسود، ولكن الأفضل والأكثر استخداما هو اللون الأخضر. وطبعا هذه الانسيرتات بعد تصويرها على الخلفية الخضراء يتم تحريرها بواسطة برامج المونتاج وإزالة اللون الأخضر ووضع مشهد آخر ليتم تناسب المشهدين ويكون بعد ذلك مشهد احترافي واقعي. طبعا راح نشوف بعض المشاهد الخاصة بالجرين سكرين والأمثلة، وراح نتعرف بشكل أكثر من خلال الأمثلة العملية التطبيقية على هذه التقنية. بداية راح نشاهد بعض المشاهد البسيطة المعمولة بواسطة تقنية الجرين سكرين. بعيد ميلادك نطرتك وانت يا الغايب بعيد، وانا سهران الليالي ما حلالي غير شخصك ما أريد. كونوا معنا مهرجان المهدوي الثاني بفضول، شاركونا الفرحة في ميلاد صاحب العصر والزمان في المهرجان المهدوي الثاني في فريق الفضول. موعدنا معكم يوم الخميس ليلة الجمعة 17 شعبان الساعة 8:08 مساء بحسينية الحجة بالفضول. لا تنسون تحضرون، حضوركم عهد محبة ووفاء للإمام. طبعا إذا لاحظ أنه هذا المشهد هو عبارة عن تصوير شخصية بتقنية الجرين سكرين، وتم إزالة هذه الخلفية الخضراء وإضافة باك جراوند متحرك آخر، ومثل ما لاحظ هنا هاي التقنية وكذلك هذا المشهد. طبعا هذه فيما يخص الإعلانات البسيطة أو المشاهد البسيطة. نشاهد الآن كيفية عمل استوديوهات الأخبار والتقارير والاستوديوهات التلفزيونية بواسطة تقنية الجرين سكرين. مثل ما تلاحظون هنا أنه هذا المشهد هو مشهد بانورامي غير واقعي، وتم تصوير المقدم أو المذيع بواسطة الجرين سكرين، وتم مزج الكاركتر مع المشهد ليصبح مشهد واقعي. مثل ما تلاحظون يعني باختصار أنه أغلب الاستوديوهات الخاصة بالقنوات التلفزيونية يتم عملها بواسطة تقنية الجرين سكرين، أي أنها ليست استوديوهات واقعية. نشاهد الآن إعلانات احترافية جدا تم عملها بواسطة تقنية الجرين سكرين.
مثل ما تلاحظون أن هذه المشاهد تم تصويرها بواسطة واقع جرين سكرين وتحويل هذا المشهد إلى مشهد واقعي من خلال إزالة الخلفية الخضراء وإضافة باك جراوند متحرك. يعني في هذا المشهد مثل ما تلاحظون انه باك جراوند اخضر تم ازالته بواسطة برامج الاديتور فيديو، برامج المونتاج، ووضع المشاهد خلف الشخصيات ليصبح مشهد متكامل. بالاضافة الى الاستوديوهات والاعلانات، يتم انشاء اغلب الفيديو كليب بواسطة تقنية الجرين سكرين لكروما. راح نشوف بعض الفيديو كليب المنشورة على اليوتيوب يتم عملها من خلال تقنية الجرين سكرين. طبعا مثل ما تلاحظون مشاهد قوية جدا وواقعية واحترافية في نفس الوقت يتم عملها بواسطة تقنية الجرين سكرين. الشاشة الخضراء او الكروما او الجرين سكرين مفصل مهم جدا من مفاصل عملية المونتاج، واغلب الممنتجين او المونيتير او اللي يعملون في مجال الفيديو يستخدمون هذه التقنية. وان شاء الله من خلال هذه الدبلومة راح نحاول ان نفصل اغلب تفاصيل وخفايا هذه التقنية، ابتداء من المحاضرة القادمة راح تكون ورشة مفصلة واحترافية لعمل فيديو كليب على تقنية الجرين سكرين بواسطة برنامج كامتازيا ستوديو، وان شاء الله في البرامج الاخرى كبرنامج ادوب بريمير راح نفصل اكثر وراح ناخذ تفاصيل اكثر ومشاهد احترافية اكثر ونخوض بالتفاصيل بشكل ادق. كذلك في برامج ادوبي افتر افكت ايضا راح نمر على هذه التقنية وراح نشرح كيفية استخدامها داخل برنامج افتر افكت وتوظيفها في عمل مشاهد احترافية. نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى.